من منظوري الشخصي اقول كروب. شايف ازاي شكل المنافسه على الدوري الانجليزي الموسم ده؟ مين الاقرب للفوز باللقب؟ هل يستطيع ليفربول ان هو يفوز بالدوري مره ثانيه؟ اعتقد في ذلك، نعم، لانه في نهايه المطاف هم اقوى فريق حتى الان، وبالتالي هم اقوى من مانشستر سيتي مثلا، ولكن من يعرف؟ في الاخر سوف نرى ماذا سيحدث هذا الموسم. كانت لديهم في الفتره الاخيره العديد من الاصابات، كانوا بدنيا مجهدين، حتى كباتن الفريق بدا انهم على اقل من مستواهم. كان موسم غريب عامه، وسوف نرى بعد كريسمس ماذا سوف يحدث في ماتشات فبراير ان شاء الله، ومن سيكون على مستوى الفت ان يقدم افضل ما لديه. لازم اسالك على رايك في ارسنال.